التهاب الكبد الوبائي هو مرض إنتاني فيروسي المنشأ، بينتقل للأطفال والكبار كمان عن طريق تناول الطعام الملوث والمياه الملوثة، وممكن كمان ينتقل عن طريق التماس مع المرضى المصابين بالمرض أو مفرزاتهم، مثل أحيانا التماس مع البول أو اللعاب ممكن أنه ينقل المرض للشخص السليم. طبعا هذا المرض شائع بنسبة معينة وممكن أنه يحدث عند كافة الأعمار، بس هو أشع عند الأطفال وسن المراهقة، وبيعمل هو بيتظاهر بفترة حضانة ممكن تتراوح ما بين أسبوع حتى بتستمر لشهر كامل، وبعدين بتبدأ الأعراض على شكل طور بادري بنسميه، اللي هو مثل أعراض القريب بتصير عند الطفل، وبعد فترة ببلش يظهر عنده الأعراض الخاصة بالمرض، فبيعاني من آلام بطنية وغثيان وإقياءات أحيانا، ممكن أنه يصير إسهال في بعض الأحيان، ترفع حروري بس بيكون معتدل، بعدها ببلش يصير لون يرقاني بنسميه، يعني بيصير إصفرار في لون الجلد وبلون الصلبة، يعني لون العينين بيصير أصفر، وبيصير في تغير بلون البول نحو الأصفر الغامق أو نحو اللون البرتقالي. بهاي المرحلة بتكون ظهرت الأعراض بشكل واضح، وبيكون صار ظهر على المريض التعب، بيصير عنده تعب وإنهاك ونقص شهية شديد. تستمر هاي الأعراض لفترة أسبوع لأسبوعين، وبعدين ممكن إنه يتحسن الطفل أو المريض بشكل أحيانا بيتحسن بدون أي علاج وبتراجع المرض. التهاب الكبد الوبائي هو بينجم عن فيروس بنسميه التهاب الكبد A، لأنه التهاب الكبد له عدد من مجموعة من الفيروسات بسبب التهاب الكبد، هي A و B و C. الوبائي هو بسبب التهاب الكبد A اللي هو بينتقل عن طريق الطعام والشراب، يعني عن طريق الفم. بقية التهابات الكبد بتنتقل عن طريق نقل الدم أو عن طريق الإبر الملوثة والحقن والتماس الاتصال الجنسي، بس هي موضوع ثاني يعني مختلفة عن هذا التهاب الكبد اللي نحن عم نحكي عنه. بالنسبة للإنذار، يعتبر هذا المرض سليم، يعتبر غالبا بيتراجع لوحده وما بيترك عقابيل على المدى البعيد، وبيرجع الطفل لوضعه الصحي بشكل كامل، وما بيكون وظائف الكبد بترجع طبيعية 100%. طبعا تشخيص المرض بيكون بالأعراض السريرية اللي بتكون واضحة، وبنلجأ كمان لإجراء تحاليل مخبرية عيار وظائف الكبد اللي بيكون عندنا ارتفاع في جي بي تي الدم وجي او تي، وممكن كمان يكون في أعراض يعني اضطرابات تانية، ممكن انه كمان يبين بإجراء ايكو بطن ببين في عندنا ضخامة بالكبد، بس غالبا هاي الضخامة بتكون واضحة بالفحص السريري وما بنضطر انه نعمل ايكو، يعني حتى ما نكلف أهالي الطفل أو المريض كتير. المعالجة هي معالجة بنسميها معالجة محافظة وعرضية للأعراض، ممكن أنه نعطي إذا في إقياءات مضاد إقياء، ممكن نعطي مضادات الإقياء أو مسكنات إذا كان في حرارة عالية، وبركز هون على الراحة، الراحة كتير مهمة بالتهاب الكبد الوبائي، لهيك نحن الطفل إذا كان هو بيداوم بالمدرسة يفضل أنه يضل بالبيت لحتى ترجع وظائف الكبد، ولحتى يعني تتحسن وظائف الكبد، وهو كمان يكون الأعراض خفت عن الطفل وقدر يرجع للنشاط الطبيعي. عادة هذا بيستغرق بين أسبوع لأسبوعين، في الطفل يرجع بعدين يداوم بوضع طبيعي. هلا الحمية طبعا ما كتير مركز عليها بالكتب، يعني ما كتير مهمة، بس الطفل بيكون عنده اقياء ويكون عنده غثيان، فغالبا هو ما لح يتقبل الطعام الدسم والطعام الهي، يفضل بالفترة الأولى أنه نعتمد على حمية خفيفة خاصة بالأسبوع الأول، بينما يخف الاقياء والآلام البطنية ممكن ساعتها نبلش نرجع للطعام الطعام الطبيعي بشكل تدريجي. في يعني حكي انه بنعتمد على الحلويات وعلى السكاكر، هلا نحن ما بدنا نحاول انه نعطي الطفل غذاء واحد لحتى بالاصل هو بيكون عنده نقص شهيه وعنده غثيان، فما بنجبره على
اكل معين، بدنا نخليه ياكل على راحته، بس بانه ما ياكل اكل اللي كثير دسم واللي كثير مزعج لحتى ما تتحرض عنده الاقياءات. بالنهايه هي الحميه ما لح تاثر على سير المرض ولا على انذاره ولا حتخفف الاعراض، ولا كمان ممكن انه تاذي الكبد اذا هو اكل، يعني ما هي اعتقاد خاطئ انه ممكن اذا اكل اكل دسم انه ينأذى الكبد، لا ما لح يصير هذا الشيء. بس نحن بنخفف الطعم، ناخذ طعام خفيف اول اسبوع مشان نخفف اعراض الاقياء وال وبالنسبه للانذار قلنا انه هو سليم ما له من التهابات الكبد اللي حكينا عنه، اللي هن بالفيروس بي اللي بينتقلوا عن طريق الدم، ممكن يعملوا بالنهايه التهاب كبد مزمن فعال او تشمع كبد. هون التهاب الكبد ايه لا ما بيعمل، بيكون الانذار جيد وبعد فتره ترجع وظائف الكبد طبيعيه 100%. احيانا في اطفال بتتاخر عندهم وظائف الكبد لحتى ترجع لوضع الطبيعي، ممكن تاخذ شهر او شهرين، لهيك عدم عوده وظائف الكبد لوضع الطبيعي ما بيدل على انه طفل لساته مريض او انه ما طاب من المرض او ممكن انه هالمرض تحول عنده لازمان، لا ممكن بعد فتره نرجع نعيد التحليل بس بعد 3 شهور او حتى 6 شهور بنلاحظ انه وظائف الكبد رجعت طبيعيه 100%، المهم هو الطفل استعاد حيويته ونشاطه وزالت كل الاعراض عنده. بأكد هون بالنسبة للأهالي على ضرورة الاهتمام بالغذاء النظيف لأطفالهم وعدم الاعتماد على الطعام الجاهز وبعض الأطعمة اللي ممكن تكون ملوثة ومكشوفة، وخاصة طلاب المدارس، أنه هذا الشيء بيعرضهم للإصابة بهاي المرض، ويعني الاهتمام كمان بعدم انتقال العدوى لما بيكون الطفل مصاب، يفضل انه ما يروح على المدرسه مشانه هو، يعني هو مشان الراحه حكينا، وكمان مشان ما ينشر العدوى، لانه بنعرف انه العدوى يعني ممكن انه تنتقل عن طريق اللعاب او عن طريق اذا شارك الكاس تبعه او الكاس او الملعقه او يعني ادواته الشخصيه اذا شاركها مع حدا سليم ممكن انه ينتقل له العدوى. لهيك باكد على هذا الموضوع انه ما يعني يصير تماس كثير للتخفيف من سرايه المرض. هلا المرض امتى ببلش تنتقل العدوى؟ هي الفكره انه العدوى بتنتقل قبل ما يظهر اللون اليرقاني. قبل ما يظهر لون اليرقاني باسبوع، بالاسبوع اللي بيكون الطفل عم بيعاني منه من اعراض قريب، هاي اللي حكينا الطور البادري، من خلال هاي الدور ببلش العدوى. لهيك ممكن نحن انه خلال هالدور يكون هو عمل عدوى للمحيط ونحن ما كنا عرفنا انه هذا عنده يرقان، وبتستمر العدوى عاده اسبوع لاسبوعين بعد ما تظهر الاعراض. هاي الفتره اللي المفروض يكون في حذر في التعامل فيها مع المريض لحتى ما ننشر المرض. بس برجع باكد كمان انه الاهميه بانتقال التهاب الكبد الوبائي مو من مريض لمريض، الخوف ايضا من الانتقال عن طريق الطعام الملوث، هذا الشيء الاساسي. فالانتباه للطعام، وكمان الشيء الاساسي باكد عليه غسيل اليدين، غسيل اليدين كثير شيء مهم، وخاصه قبل الطعام بعد الخروج من الحمام. اذا نحن حافظنا على غسيل يدينا بشكل جيد ونحافظ على سلامه الطعام والشراب اللي عم من هي، اكيد نحن بنكون عم نحمي حالنا من التهاب الكبد الوبائي لنا ولاطفالنا، وبتمنى لجميع الاطفال الصحه والسلامه. الشكل الثاني لالتهابات الكبد هو التهاب الكبد البائي بنسميه، واللي عادة هذا المرض بينتقل عن طريق نقل الدم أو طريق الإبر الملوثة، وممكن ينتقل من الأم إلى جنين إلى الوليد أثناء الولادة، وبينتقل عن طريق التماس الجنسي. هذا التهاب الكبد هو يعتبر أخطر من التهاب الكبد بي اي، كون أنه ممكن أنه يأثر على الكبد ويعمل تأثيرات جانبية ويعمل اختلاطات مزمنة، وأحيانا ممكن توصل لتشمع الكبد، وأحيانا ممكن توصل حتى لسرطان خلية كبدية. الخطورة بهذا التهاب الكبد أنه أحيانا بيصير بدون ما نشعر فيه، يعني ممكن أنه ما يظهر أي أعراض على المريض وما يعمل اي اعراض، وباجراء تحاليل روتينيه نكتشف انه هو عنده بنسميه العمل الاسترالي ايجابي. فبدنا ينتبهوا هدول المرضى لموضوع المخالطين، اذا كان في عندهم حدا بالعائله عنده العمل الاسترالي ايجابي المفروض يتم تحاليل لجميع افراد الاسره للتاكد من انه ما انتقل هذا المرض لهم.
ممكن التهاب الكبد بي انه بيعمل اعراض مثل التهاب الكبد A، يعني نفس الاعراض اللي هي يرقان والام بطنيه واقياءات، وبعدين بيتحسن المريض، بتروح الاعراض بس بتضل الفعاليه المرضيه بالكبد موجوده وبتستمر. بنسميه هذا التهاب كبد فعال مستمر، بيستمر احيانا لمده 10 سنوات، وهذا نسبة اللي بيتحولوا للإزمان نسبتهم 15% من اللي بيكون عندهم هذا المرض. هدول ال 15% بعد هالفترة العشر سنوات بتتطور من التهاب كبد لتشمع كبد، وتشمع الكبد كمان إذا ترك وبعد فترة ممكن إنه بنسبة معينة يتطور لسرطان خلية كبدية. هون طبعا في علاجات مختلفة ممكن تتقدم للمرضى اللي بيعانوا من هذا الهي، وهي علاجات معقدة ومكلفة جدا، ولهيك يفضل من البداية انه نحن ننتبه من موضوع الانتقال المرض. طبعا عادة عن طريق نقل الدم، كافة تبرعات بالدم ببنوك الدم بيتم إجراء التحاليل على الدم ومنتأكد أنه هو خالي من التهاب الكبد B هذا ومن غيره من الأمراض. ولهيك هذا نوعا ما موضوع موثوق، بس الخطر من استخدام الإبر الملوثة، فخاصة عند اللي مدمنين المخدرات، أو مثلا ممكن اللي عاملين بالمشافي إذا كان ما اعتمدوا على وسائل وقاية من العدوى مناسبة، ما لبسوا مثلا كفوف مناسبة، ممكن إذا صار في تماس مع مفرزات بعض المرضى وكان في جرح بإيدهم، أو مثلا شكت الإبرة بالغلط بإيدهم، ممكن انه ينتقل لهم المرض. لهيك المفروض الكل يكون اخذ اللقاح الخاص بالمرض. هلا اللقاح طبعا كثير ضروري، وهو لقاح فعال وبيعطي مناعه طويله. نحن هون بسوريا بنعطي اللقاح لكافه الاطفال من عمر من الولاده، يعني على 3 جرعات، بعمر اسبوع وبعمر شهرين وبعمر 6 شهور، وهي هي ال3 جرع كافيه لانه تعطي مناعه دائمه. بس ممكن للي بيشتغل بالحقل الطبي او بيكون بتماس مع المرضى انه كل 10 سنين يرجع ياخذ جرعه داعمه ليضمن مناعه اكيده للمرض. ومثل ما قلت اللقاح كثير فعال والمفروض نعتمده للكل. هو موجود ببرنامج التلقيح الوطني وغالبيه اطفالنا عندهم هذا اللقاح، بس مثل ما حكيت مره ثانيه باكد انه اللي عاملين بالسلك الطبي لازم يعايروا الاضداد عندهم ويتاكدوا اذا كانت نسبه الاضداد انخفضت بعد فتره من اخذ اللقاح يرجعوا ياخذوا جرعه داعمه، حرصا على سلامتهم ووقايتهم من هذا المرض.